في مصر انا على ما اعتقد الان هي الفتره اللي تكون فتره جدا جيده لمصر، خاصه ان مصر يعني مرت بفتره جدا صعبه خلال السنوات السابقه، خاصه الخمس سنوات الاخيره. فانا على ما اعتقد هذه الفتره بتكون فتره جيده للمستثمرين اللي يعني سوف يدخلون للسوق المصري. ولكن انا يعني كشخص تقريبا له علاقات جدا جيده بالسوق المصري تقريبا تعدت 30 سنة، فاظن ان حان الوقت الان ل يعني مثل تقول ابراز قوانين جديده وتقديم قوانين جديده لجذب كثير من المستثمرين، خاصة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في استثمارات كبيرة وفي استثمارات مدرة وفي استثمارات المستدامة. لأن أنت ما تبي بس مجرد أن مستثمر يدخل ويأخذ الأرباح ويمشي، لا، تبي مستثمر يكون هناك استدامة وهناك خلق وظائف وهناك استفادة من الجهتين أو من الطرفين، طرف المصري والطرف المستثمر. لا تنسى أن هناك يعني كثير من الأخوة في الخليج عندهم الرغبة في الاستثمار في السوق المصري، ولكن قلت لك أنا تحتاج إلى تسويق جيد، تقديم جيد، وتنظيمية. يعني هنا نحتاج الآن اليوم نجلس مع ذوي الاختصاص ونتكلم شنو هي بالنسبة للمستثمرين اللي كانوا موجودين في مصر، شنو الأشياء العوائق أو السلبيات التي واجهتهم خلال هذه الفترة من تاريخ الاستثمار، وما هي الأشياء التي يجب أن تكون موجودة. لازم أن يكون هناك حوار مفتوح ما بين المستثمر وما بين الجهات الرقابية والجهات الحكومية، لأن الجهات الحكومية اللي بتخاطبها هي 3 جهات: وزارة التجارة، وزارة الاستثمار الخارجي، ووزارة المالية، وإذا كانت مصارف هي البنك المركزي. فهي تقريبا حوالي 4 جهات يعني بالدولة. ويجب الاهتمام بالمستثمر وشنهو مشاكله. يعني ما يجب بس مجرد نأخذ المستثمر ويدخل في مصر وعقب يواجه بعدة أشياء هو ما كان حطها في الحسبان. لازم تكون هناك دراسات والأمور واضحة للمستثمر حتى لا يقول أنه والله أنا لست يعني على علم في بهذا الموضوع.